أهلا بكم من جديد. طالب بيان مشترك من أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم بإنشاء آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب الدورة العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وانتقد البيان عدم تحرك شركاء مصر بشأن ملفها الحقوقي فيما لم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على هذا البيان. نشاهد مزيد من التفاصيل. نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى مفترق طرق حرج. هذا ما جاء في بيان مشترك من 100 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، طلبت فيه المجتمع الدولي بتشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر. واعتبرت المنظمات الحقوقية إنشاء تلك الآلية خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتقديم سبل إنصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة كما جاء في البيان. البيان يأتي قبل فترة قصيرة من انعقاد الدورة 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تبدأ في 22 من فبراير الجاري. وأشار البيان إلى أن تقاعس شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن التحرك سيؤدي إلى تشجيع النظام المصري على إسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل. كما لفتت المنظمات إلى تحذير خبراء الأمم المتحدة من أن الظروف المتدهورة في السجون المصرية قد عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر، ولم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على ذلك البيان، إلى أن الخارجية المصرية كانت قد سبق لها أن اتهمت منظمات حقوقية دولية موقعة على البيان بإصدار تقارير مسيسة والاعتماد على بيانات مغلوطة، كما دأبت على التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، كما ورد بالبيان المصري الذي رد على مطالبة الخارجية الفرنسية بإطلاق سراح سجناء المبادرة المصرية في نوفمبر الماضي. حاجة تانية خالص. مرحبا عبر سكايب بعمر مجدي الباحث في هيومان رايتس ووتش، برحب بك عمر. وخلينا في البداية نحاول نفهم ما الذي يعني إنشاء آلية لرصد وإبلاغ أو آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ما الذي يعني هذا الإجراء أو هذه المطالبة؟ أهلا يا تامر وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني خلينا نقول للمتابع غير المتخصص في مسائل حقوق الإنسان أنه المجلس حقوق الإنسان ده مجلس تابع للأمم المتحدة، وهو الآلية الأساسية أو من الآليات الأساسية في الأمم المتحدة لمتابعة ملفات حقوق الإنسان، بخلاف آليات أخرى يعني قد تبدو مسيسة أو حقوق الإنسان ليست من أولوياتها الأساسية زي للأسف مجلس الأمن. فآخر في هذا المجلس يتعين على الدول أن تصدر يعني ملاحظاتها بشأن حقوق الإنسان من خلال آليات مختلفة، من ضمنها إصدار البيانات الجماعية والمواقف الجماعية عندما يكون هناك يعني تتفق هذه الدول على ملاحظة أن هناك تدهور خطير يتطلب انتباه معين وخاص في دولة معينة، ونرى أنه هذا ينطبق على مصر. آخر مرة صدر بيان جماعي بخصوص حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان كان في مارس 2014، ومن ساعتها أعتقد لا يختلف أي مراقب أنه وضع حقوق الإنسان في البلد تدهور بشكل خطير، سواء كان يتعلق الأمر بحرية الصحافة، بحرية التعبير عن الرأي، بالتظاهر، بالأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وخلاف ذلك من الانتهاكات التي نرصدها بشكل يومي تقريبا. للأسف الدول المختلفة فشلت في التوافق على يعني الانتباه بشكل خاص بما يتناسب مع حجم وخطورة التدهور الأوضاع في مصر، وأعتقد آن الأوان لهذا التجاهل أن ينتهي. تمام. طيب يعني خلينا نتكلم برضو عن إزاي يعني إيه الفرق في آليات وفي منظمات مستقلة وفي مجلس حقوق إنسان وفي آليات مختلفة. الآلية دي في حالة إنشائها، وهنتكلم طبعا في السؤال اللاحق عن فرص إنشائها أصلا وإمكانية إن ده يحصل، بس في حالة إنشائها
هتكون بتعمل ايه او بتقدم ايه بخلاف كل الاليات المختلفه الموجوده؟ يعني هو خلينا نقول ان البيان يدعو لانشاء آلية مراقبه ورصد لاوضاع حقوق الانسان في مصر بالشكل الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات، لكن من ناحيه عمليه قد يكون الاقرب للتحقق في هذه الفتره في المجلس القادم في الجمعيه او في الجلسه القادمه في فبراير ومارس انه يكون بيان جماعي. الفرق بين الجوينت ستيتمنت والجوينت ريزولوشن انه الستيتمنت او البيان بيكون في ادانه، بيكون في رصد لمظاهر التدهور اللي الدول استرعى انتباهها، والريزولوشن او القرار بينشئ آليه او بيلزم على سبيل المثال مكتب المفوض السامي ب يعني عمل تقرير، بكتابه تقرير خاص عن امر معين يتعلق بحقوق الانسان في البلد المعني. إنشاء دي بتكون معركة سياسية شديدة للأسف، مع إن هي مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، لكن بسبب المصالح السياسية والأهواء السياسية بتكون في معارك سياسية وحسابات سياسية الدول بتتخذها، ولذلك لم نرى على سبيل المثال بيان جماعي يدين الأوضاع في مصر، ناهيك عن أن نرى آلية معينة لمراقبة الأوضاع. في مجلس حقوق الإنسان هناك بعض الدول التي أنشئت لها آليات خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، لا أتذكر العدد تماماً 15 أو أياً كان، لكن على سبيل المثال إيران، بيلاروسيا، فنزويلا وسوريا وغيرها من الدول. ونحن نرى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تقل خطورة عن تلك الدول، هي بالتأكيد ليست أقل سوءاً من الوضع في إيران أو بيلاروسيا أو غيرها من الدول التي أنشئ لها مراقبين خواص يراقبون أوضاع حقوق الإنسان ويعني يبلغون عدد الانتهاكات فيها بشكل دوري. ده بيساعد على زيادة الوعي في المجتمع الدولي وفي الأوساط الدبلوماسية بالأوضاع شديدة السوء، ولفت الانتباه بما ينبغي أن تفعله تلك الدول بخصوص هذه الانتهاكات. طب يعني أنت في سياق حديثك تحدثت عن أنه الاعتبارات السياسية هي من أو هي ما تمنع اتخاذ إجراءات ما أو أن يكون في تحرك جماعي ما. في المقابل الناحية الأخرى بيشوف أنه بالعكس ده هي التحركات دي أصلا هي تحركات سياسية لمحاولة الضغط على مصر ومحاولة الحشد ضدها وابتزازها. بتشوف برضو هذا الرأي إزاي؟ أنه في النهاية المية دول عايزين أو بيتجمعوا لكي يضغطوا على مصر بتحركات سياسية و بأجندة أخرى تحاول العبث باستقرار مصر، ده الكلام الآخر اللي بيقال. يعني أبسط رد على ذلك هو رصد الواقع من خلال السنوات الماضية. يعني هؤلاء أصحاب نظرية الأمر على مصر وخلاف ذلك عليهم أن يفسروا لماذا لم تصدر هذه الدول أو تنجح في الاتفاق على بيان يدين الأوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ 2014 وحتى الآن خلال 6 سنوات من القمع المتصاعد والمستمر. عليهم أيضا أن يفسروا لماذا تنحو أغلب تلك الدول إلى يعني الحفاظ على علاقتها مع مصر، بما في ذلك علاقات شديدة يعني تثير الكثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتصدير السلاح والتعاون الأمني والعسكري مع أجهزة شديدة السوء سيئة السمعة في مصر. فيعني أعتقد الإجابة واضحة، الحكومة المصرية تريد العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، عندما يكون ذلك يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري تدفق المعونات والأموال والمنح، وهي لا تريد هذه العلاقة عندما تحاول هذه الدول كأصدقاء حقيقيين لمصر يعني محاولة إن هي تضع علامات يعني لإرشاد السلطة المصرية، لمساعدة السلطة المصرية لتحقيق فائدة لصالح الإنسان المصري والمجتمع المصري. في النهاية هذه العلاقات ينبغي أن تصب في صالح المجتمعات والشعوب وليس في صالح الأنظمة الحاكمة، خاصة عندما تكون هذه الأنظمة يعني شديدة القمع وذات طابع ديكتاتوري. شكرا جزيلا عمرو مجدي الباحث في Human Rights Watch.